وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، ومع دخول الحرب شهرها الرابع، المشاهد التي وصفت بالمستفزة للجنود الإسرائيليين لا تتوقف. فخلال الساعات الماضية انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل ظهر فيها العديد من عناصر الجيش وهم يلهون ويمرحون داخل منازل الفلسطينيين المهجورة أو في ساحات الأبنية المهدمة. هؤلاء قرة لعب النرد بينما كانوا يفجرون منازل سكنية في القطاع، ومنهم من قرر اللهو بسيوف وجدوها داخل أحد منازل الفلسطينيين. الأمر لم يتوقف هنا، بل امتد إلى إعدادهم وجبات طعام داخل البيوت أو نهبها بعد تدميرهم وتخريبهم للممتلكات. الاستفزاز وصل إلى إرسال جندي إسرائيلي معايدة إلى زوجته لمناسبة عيد ميلادها، بينما كان يوثق لحظة تفجيره لحي سكني بالكامل. هذه التصرفات والتي سبقتها أيضاً دفعت الجيش الإسرائيلي إلى إصدار بيان قال فيه إنها فردية وسيتعامل معها. ومنذ اندلاع الحرب سخر العديد من الناشطين الإسرائيليين من معاناة أهل غزة، حتى أن مسؤولين إسرائيليين شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا بسبب الغارات الإسرائيلية.